هل يجوز للرجل الأجنبي أن يبدأ المرأة بالسلام؟ وهل عيادة المريضة الأجنبية من قبل الرجل جائزة أم لا؟ نعم، الرجل يسلم على المرأة على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة. طيب، بأن يبدأها بالسلام وترد عليه من غير أن يكون هناك أسباب للفتنة. أما إذا كان يخشى من الفتنة إذا سلم عليها، أو هي تخشى من الفتنة إذا ردت عليه، أو كان سلامه ليس لأجل السنة وإنما لأجل توصل إلى مكالمتها وفتح الحديث معها، فإنها لا ترد عليه. هذا ينظر فيه إلى الأحوال والقرائن. طيب. وكذلك عيادة المرأة المريضة لا بأس بذلك، لأنها أخت في الإسلام. طيب، لها حق، وعيادة المريض حق، لكن بالضوابط، أن لا يكون هناك خلوة، وأن تكون المرأة متسترة، وأن لا يزاد على الحاجة في الزيارة من السؤال عن حالها. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.